موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيت نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد
نستقي من الرجاء نستقي من الرجاء ولن نكون للعجب ان شاء الله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأساتذة الكرام. ان شاء الله هاي الكلمة بدل كلمة الخميس نوجهها للأساتذة الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله ربنا الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على عبده محمد الذي بعثه للعالمين معلما يهديهم إلى صراط مستقيم، وعلى آله عيبة العلم المكنون الأمناء على الوحي. نحن اليوم نستقبل رجالا كراما من رواد العلم والتعليم في ناحيتنا العزيزة ناحية جصان، ممن كان لهم الأيادي البيضاء على طلبة العلم في المرحلة الذهبية للتعلم في العراق، حيث امتاز التعلم بالرصانة والجد والاجتهاد والتعاون بين المدرسة والأسرة، والذي أنتج رصيدا ضخما في العراق ترك أثرا كبيرا، أثر حتى على عدد من الأقطار. نستقبل اليوم الأساتذة، نطلق عليه عميد الأسرة التربية في ناحية جصان، الأستاذ جلال سلمان، والأستاذ باقر مهدي شيخ ياس، والأستاذ مهدي صبري، والأستاذ الحاج حسن عبد عون، والأستاذ الخال العزيز علي زيدان. فمرحبا بهم في مدينتهم. والحديث يكون اليوم عن أقدم مدرسة في ناحية جصان، ألا هي ومدرسة ناحية جصان للبنات. أكو كلمة يريد يحب يلقيها الحاج حسن، فليتفضل مشكورا. نبدأ قبل أبو نصير. لا لا احنا اتفقنا قلنا ليلك الراحة ما وجوده إن شاء الله. أعوذ بالله. للأسف اللي هذا اللي سيال عندي بشكل فظيع، يعني حكيت الحجي حسن قام يضحك. اي والله بس قبل احكي شويه. الله يعطيك العافيه يا حسن. صحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على اشرف الخلق محمد واله الطيبين الطاهرين. أعزائنا الكرام، إحنا نشكركم طبعاً غاية الشكر على هذه الفرصة اللي هيأتوه أن ونلتقي معاكم للمرة الثانية هاي إن شاء الله. ويسعدني ويشرفني وأفتخر أن أقف أو أجلس مع أستاذي المربي الكبير الأستاذ جلال أبو نصير، اللي درسنا وعلمنا وثقفنا
والحقيقة أنتم ربما شباب هذا الوقت أو شباب جصان ما يعرفون أو ما يدركون ذاك الوقت اللي كان فيه أبو نصير. أبو نصير الحقيقة صورة مشرقة للعملية التربوية سواء كانت بجصان أو في محافظة واسط. إنسان مربي يتحلى بالخلق والأدب والصفات الجيدة كلها بي، وما ممكن نقدر إحنا أن نفي حقه أبدا والله. فلذلك أنا أتشرف فيه، وأنا بصراحة يعني من يقعد يمي أشعر بالخجل من أتكلم، لأن أستاذي هو المفروض هو اللي يتكلم ويوجهنا ويرشدنا، بس الوضع الصحي شوية حال دون ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بموفور الصحة والسلامة والعافية والصحة الدائمة إن شاء الله، حتى يكون إنا نبراس. وبالحقيقة هو يعني فعلا هو شمعة إنا أضيء الطريق، والله نسأل الله اللي يمتعنا ببقاء إن شاء الله، وإن شاء الله صحة وعافية أبو نصير، وللجماعة الكل الصحة والعافية وللحضور إن شاء الله. أعزائنا، من نتكلم عن وضعية التعليم، ولو هو الحديث عن جصان هو ممتع بصراحة، لأن حب جصان هو بعروقنا يمشي. فإحنا تناولنا بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية حول جصان، اليوم نتناول الجانب التعليمي في جصان. عندنا الصرح التعليمي الأول اللي بجصان هي مدرسة جصان الابتدائية اللي انبنت فوق التلة. هاي انبنت منذ القدم، احنا ما لاحقين عليها بصراحة، بس درسنا بيها، انا درست فيها بالذات، وابو نصير درس فيها، بس الجماعة ما لحقوا فيها. اي نعم، اي درست فيها صحيح، انا درست بصف الاول بال51 درست فيها، بس لحد الان ما اتذكر من المعلمين غير معلم واحد هو عبد العالي البشار ابو نوال، هذا كان يدرسنا بصف اول ابتدائي يعني فقط، بس هذا اتذكره. كملنا صف الاول وبعدين انتقلنا الى هاي المدرسه الجديده، هاي مكانها اللي بالتله هسه مكان ابراهيم مسلم الله يرحمه، وهاي المنطقه المحيطه بها، هاي المنطقة اللي محيطة بمحلات إبراهيم سلم هي مكان مدرسة، مدرسة يعني مدرسة عريقة ومدرسة، ولو هي من الجدران جدرانها طينية والسقوف من هاي الجذوع النخيل والقصب، بس من هاي المدرسة برزوا شباب أهل جصان بصورة عامة بصورة خاصة. وأتذكر اثنين طلعوا راحوا بعثة بذاك الوقت بال50s إذا يتذكروا أبو نصير، هادي فرحان ومحمد صبري بلال، هادي فرحان اللي يصير خالة إبراهيم سلم يعني ابن خدهم، راح بعثة لإنجلترا وصار مهندس، ومحمد صبري بلال أيضا مهندس تخرج بيته، وين بيت جواد سليم وبيت حجي شهيد هنا بهالمكان شهيد حسين شكير. وأتذكر قرأت كتاب من أبو نصير استعاريته لأحد قادة الحزب الشيوعي بصراحة، هو عاني من عانى، والكتاب هو يتناول مسيرة حياته، هو قائد بارز هو بذاك الوقت. فمن جملة ما تناول هذا الكاتب يشير يقول بال50s رحت لمصر ما أدري للدراسة للتدريب، والتقيت بطالب من كان اللواء يسمونه الكوت، من لواء الكوت ناحية جصان اسمه محمد صبري بلال، يعني وإنسان كان بسيط وإنسان هادئ وكذا، ولو تعرض إلى حادثة بسيطة يعني، لأن هو جاهل وبداية نشأته وراح يعني وشاف هذا المجتمع الغريب العجيب الكذا، فحارس العمارة المهم هو أنقذه ذاك الوقت. ما المهم ما نقدر نتناول بعض قضايا أخرى، المهم نتشرف بيهم لأن تخرجوا مهندسين. وبعدين نعم احنا ما لاحقين عليهم ابو احمد، احنا اللي لاحقين عليه اللي لاحقين عليهم اللي لاحقين عليهم مثلا. وبعدين من انتقلنا بهاي المدرسه وخرجت عشرات او مئات من الشباب اللي شقوا طريقهم نحو المستقبل، قدروا ان يحققون طموحهم. يعني احنا نفتخر من نسمع
بأن فلان ابن فلان دبلوماسي يمثل العراق بالبلدان الأجنبية، نفتخر من نسمع بأن فلان ابن فلان صار نائب بالبرلمان أو موظف حكومي كبير أو قاضي أو محامي أو رجل أمن أو ضابط، وكذلك مجموعة أخرى أساتذة بالكليات، أساتذة بالجامعات، تخرجوا من أفضل الكليات والجامعات الأوروبية والأمريكية والروسية والإيرانية والمصرية، واليوم هم يحتلون مراكز مرموقة بجامعات واسط أو بغداد أو جامعات أخرى. واللي ما حالف الحظ من هاي المدينة العريقة، المدينة المحببة إنه، اللي ما حالف الحظ بالدراسة دخل بالمعترك الاقتصادي، قدروا يأسسون شركات، يأسسون معامل، مصانع، سيطروا على الوضع الاقتصادي بالكويت. عندنا سلة الغذاء هي العلوة، العلوة سلة الغذاء بالكويت، لهم باع كبير وطويل هم شباب أهل جصان. ولحد الآن أتذكر والله العظيم وأنا أحكيها دائما، حج مظفر زيدان أخو الحاج علي زيدان دبلوماسي كان بالخارج ومثل البلد في عدة دول، وإلي سولف هاي إلي، قال أنا بأفغانستان وفي اليوم طلعت أتجول وإذا يعني فد منظر حلو لطيف كذا، النساء الصيح والشباب والأطفال وبعض الحيوانات، يقولوا رأسا وأشيل التلفون على حج علي، خابرته قلت له هسه أنا في بقعة تشبه جصان. يعني هذا شيء دليل، هذا دليل عن يعني حب إلى مدينة، ما قطع علاقته بمدينته، هو على بعد آلاف الكيلومترات عن جصان ويذكر جصان، فهذا فخر، هذا والله والله هذا فخر هذا وشرف إنه. وإحنا نتمنى إن شاء الله أن يكونون الشباب عند حسن ظنه ويقومون ما قاموا الآباء والأجداد سابقا. وأرجو المعذرة، أنا أسمح وأتفضل أبو أحمد خاف شوية يزودنا ببعض المعلومات إن شاء الله عن جصان، عن التعليم بالنسبة إلى المدارس الثانوية، وهم نتناول المواضيع مرة أخرى. طبعا الحجي تكلم ما بيه الكفاية، الحجي تكلم ما بيه الكفاية، وأنا أشكره هو قدم يعني هو قضايا خلاني ما أتجاوزها يعني، بس بالمقدمة احنا لازم نشكر المعلمين القدامى وعلى رأسهم أبو نصير. طبعا أبو نصير بدون أي مجاملة، طبعا قبل كانت قسوة موجودة، بس درس أبو نصير كان درس مريح، كان عنده هم خيزرانة سميها الحجية ده فدرسه مريح، بس بنفس الوقت أبو نصير أدلي عليه، والمعلمين القدامى الله يرحم أبو عماد فاضل حج كاظم له دور نشر التعليم بجصان، أول مدير بجصان وأول معلم جصاني يتعين في جصان، ومدير وكان له دور، وأبو نصير له دور، رشيد طاهر الله يرحمه له دور، فرحان خضير الله يطول عمره له دور، هادي حج كاظم له دور، دول معلمين الرواد، محمد حمادي، دول المعلمين الرواد اللي يجب علينا أن نبقى مدانين لهم، لأن إحنا وصلنا بجهودهم، لأن كان ما يودي ابنه يتصل بي له أبو نصير جلال سلمان، لو رشيد طاهر، لو هادي حج كاظم، لو فاضل حج كاظم، لو قاسم، يسولف أبو نصير قاسم قدوري تارك المدرسة، ورشيد طاهر يدخل بيده باعتبار أقرباء وما يرجع. أبو نصير هو ورشيد طاهر قنعوه رجعوه، ما شاء الله قاسم قدوري من الأوائل اللي يفتخرون بيهم الجصان، لأنه رجع للمدرسة ونجحنا إحنا تدريسه، نجحنا وصلنا إلى مرحلة جصان. هاي المدينة الصغيرة أنا مرة من المرات واحد قال هي جصان، قلت له عايشة بتل، فلا جصان خرجت أبطال، خرجت ناس أسود، خرجت كل شيء جصان. يعني تدري أنت عبد الرسول خضر شبيب الجصاني قاضي أول مؤلف، يعني عندك شخصيات عصامية وكتب مهمة، وقاضي ووصل إلى رئيس محكمة تمييز العراق قديم، وكان من يعني وصح ترك جصان أعتقد بالخمسينات أو بالأربعينات، بس أي جصاني يروح له
ما تكون الشغلة يخلصها أنا. ومشهورة الله يرحم أبو عبد الإله تكفى الواحد سيد جعفر العاملي وابتلى تكفى، فراح العبد الرسول الجفاني رأسا قال له هذا محكوم بالإعدام وخلصها له رأسا لغى الكفالة وغيره. وهو ناس تجار يعني بالأمارات ذاك اليوم مات واحد جصاني من تجار الأمارات. فمدينة جصان هي مدينة صح يعني منعزلة عن، بس بيها كفاءات وبيها أذكياء هواي وتخرجوا من، صارت لهم فرصة من فتحة متوسطة، من فتحة متوسطة وللتاريخ اللي قدر يسيطر ويضبط المدرسة مدير مصلاوي خالد علي أحمد الله يرحمه. من سلم للإدارة كان جوابه كان يجبرنا أنه لازم نتابع الطلاب بالليل يقرون. من سلم للإدارة قال لي هاي مدينة فقيرة وطيبة وذكياء يستحقون تتعب وياهم. قال صح راح تتعرض متاعب مسبة غلط، أهلك ما يجوك مفشوخين ولا حد كذا يجيك، بس من تنجح المدينة أنت تنجح، ومن تفشل أنت تفشل المدرسة تتضرر المدينة، كلهم يتقون ساعين. والحمد لله ما أذكر يعني الولد أني والله يرحمه عباس فنجان أعتقد أدينا اللي علينا وقدرنا هاي المدينة الصغيرة وهاي المدرسة الحديثة، أن قدرت هاي المدرسة أنه تدرس الجامعات أساتذة. ويكفينا فخر أنه الأول على العراق في زمن الصعوبات سرى بالسيد صاحب سيد محسن العاملي لما طلعت الفاء قبل أطلع النتائج بيوم دلوني هاي جصان وين تصير اللي الأول منها بالعراق. وبعدين أسبوع كامل الصحف ظلت تكتب قال السرى غيرت كل مجاري الدراسة، لأن مدينة نائية فقيرة تطلع منها الأولى على العراق شيء عجيب يعني. فجصان بس جصان شو وانا تمنيت وقلت لهم ورا التغيير هسه صار مجالكم، قبل إلا تنتمي إلا كذا هسه مجالكم، حاولوا أن تدرسون وتحصلون وتوصلون، لأنه اليوم الإنسان يقيم بما يملك من علم ومن شهادات. وصح الاحتمال هي الإنسان اللي ما يمشي بالمدرسة احتمال ينجح بغير مجال، مجال التجارة مثل ما قال الحجي، مجال الصناعة أو أي مجال آخر، هو مجالات أكو. فأنا اللي أقوله يعني حاولوا جهد الإمكان تهتموا بالمدارس، واللي يشوف نفسه ما إلى واس يقدر مجالات أخرى يشق حياته، خاطر نكون إحنا مجتمع مؤثر. وبلا مرة ثانية أكرر شكري للمعلمين القدامى اللي درسونا واللي درسوا اللي قبلنا واللي وصلونا إلى هالمرحلة، جلال سلمان قصاب أبو نصير والله المرحوم فاضل مرحوم هادي والجماعة كلهم نشكرهم مرة ثانية لأنه سووا فضل علينا خلونا ننتمي للمدارس ننتظم داخل المدارس. واللي ما يروح لزمون أبوه بالقهوة، وتعرف قبل المعلم إذا لزم واحد وسولف وياه بالقهوة لأن المعلمين قليلين، بيوم اللي يسلم على المعلم على أبو واحد ذاك اليوم يرجع من الوقت يقول المعلم فلان سلم علي. زين هيك كان التعليم إلى أهمية. ولا هذا كل اللي يقدر، وإذا بعد عندك شيء حجي أنا أشكر السيد سالم وسلام وجميع المشرفين على هذا الجروب الطيب. يعني حقيقة منعوفة إحنا ليل ونهار متابعين كأنه ماكو، مرات يسألون يا بشكو ماكو أقول لهم والله أنا بس على هذا جروب جصان الطيبين أقلب وأشوف اللي هاي أولا. بس أطلب من الجماعة وقوف دقيقة واحدة وقراءة الفاتحة على أرواح المعلمين القدامى رجاء. مسبوقة بالصلاة على مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله بكم. بارك الله بكم.
أنا ما عندي شيء، عندي بس ذكريات بهاي المدرسة. أنا طبعاً التحقت ما داومت بالمدرسة مثل ما قال حج حسن، هاي المدرسة اللي فوق. سنة 52 53 فتحت هاي المدرسة، أنا جيتها بال 54 بهذا الصف اللي خلفي. عندنا ذكريات كلش يعني بهذا الصف الأول. الصف الأول. وأقدم شكري واعتزازي لأستاذي القدير أستاذ أبو نصير اللي بصف الرابع. أنت مدرسني يا أستاذ، هذا فخر إلي. مرة يقول هو أستاذي ما ماكر إيه. ما مفتها من شيء على كل أدي شنو نوع الذكريات. شوف أرد أسوي جد هو جدي صح. أرد أقارن لكم الفارق بين قبل وبهالوقت. احنا ب 2021 احنا كنا بهاي المدرسه، الاصطفاف ما يكون بالساحه، الاصطفاف يكون كل صف قبال صف. الجرس ما هو كهرباء، اكو عندنا هذا جرس حديدي هذا جنجل. بعدين شنو الحلوه بيه؟ طبعا المراقب او كل الاداره تطلع من مديرها الى معلميها. بعدين شو يطلبون من عندنا؟ محمد عبد الرزاق. محمد عبد الرزاق ما هو هذا؟ بس استاذ عبد الرزاق استاذ حديث استاذ مهدي وحجي طبعا حكي على الامور الاقتصاديه لمؤسسه الطيران. اي يعني الامور الخارج الدراسه، لكن داخل الدراسه الامور الاقتصاديه ما ناسي الدكتور حسين حمد الكاظم. صحيح. لا احنا هو يابا الوقت، الوقت لو يتيح لنا يعني ليش انا اقول له لا تذكر؟ اذا ذكر بس ساري بنص يعني هاي هو صحيح. هسه يجوز يتطرق لها اخونا ابوه يتطرق لها ان شاء الله. اي هو صح. هاي الذكريات. فانا ايش قلت لك شنو الفارق يعني؟ شوف اولا اقول لك، اولا من يقول لك اكو فقره احنا ما مطبقيها لحد الان بمدارسنا، يعني وجه لوجه در ندير قفانه يوميه على الاظافر تفتيش من البدايه يطلع للنهايه. طبعا ما مطبقيها يعني هسه اكو يا اظفر يا يعني على كل على كل زين. تيجي على الوجبات الطعام نذكر منهم العمال يعني صبر علوان صاحب محمد علي هاشم حجي مهدي حساني الله يرحمه، يعني يسوي لك ذاك الحليب وذاك التفاح وياخذونه سره صف صف على هاي القاعه الاقبالي. نقعد على الجدران ويوزعوننا التفاح بيض حليب. احنا كان بهاي القاعه كان الحليب ما نستزيغه، يجيبون كياس يعني هذا بلادي نسميه وبديخه يخوضوا يعني تمام. الان كاظم رضيه كان الله يرحمه استاذنا العزيز الله يرحمه كاظم رضا يوقف بالباب. احنا شو نسوي؟ نملغط شويه براط منها بحيث يشربنا، اللي ما يشرب ينتقم منه يعني اللي يقول وين يشربوا. فاحنا نسوي هيك يعني كانه شاربين يعني على فالذكريات الحلوه اللي انا ذكرتها. الان ب 58 انا بالخامس صارت الثوره، انا بالخامس و 59 اديت واجبي وطلعنا رحنا المتوسطه. اكو ذكريات حلوه بهاي المدرسه اللي دائما نذكرها لان هي تعتبر الام. انا ما شايف ذيك المدرسه حتى لان ما نوصل، لكن هذه نعتبر مدرسه الام. واسفا اسفا على تغيير اسمها، ما تبقى مدرسه جصان، هسه تروح للحي مدرسه الحي الابتدائيه والبقيه المدارس الخنساء ابو يعني اي واحد. لكن من تغير اسمها يعني تقريبا ما نقول ضاع تاريخها، لا بالعكس هي تاريخها مشرف. جونا معلمين من الخارج هكذا معتزين بالمدرسة، هكذا صارت علاقة طيبة. وخاصة أذكر منهم عبد الجبار جمال،
تحيه مخلص يعني الى الاخ متابع للجروب لا اي والله يعني شنو لانه التزموا ويعني تماسك هو كان يتمنى يجي ويانا هو يعني حتى هذا كان ثاني يوم وبعدين يعني عندنا هواي قصص وذكريات انتهى الفرصه لعد حج علي حتى يذكر بعض العلماء اي جبتها على ينتقم من يم اي طبعا طبعا ما اعتقد اكو انسان حاقي اي يتصور انه اكو معلم يكره طالب مستحيل سابع مستحيل يعني الخوف ومصلحتنا بشكل بس عصبي قاسي هم يعني وهي يكره احد لا احنا يا ريت من فرصه حكي لا نستغل اي احنا يا ريت اكو اولياء امور يتفهمون اي يتفهمون شيء شغله واحده مختلفه يا احمد اي حتى حكينا حتى اذا اي منهج التعليم والانسان مختلف صحيح وإذا كان أي. معلم يكره طالب فما يستحق أن يحمل هذا الرسالة صحيح إحنا شو نقول نحب نوجه رسالة كلهم الأولياء الأمور دائما القصان وين ما تروح الإنسان القصان يتبصر صحيح إحنا شفناها بالجامعات أي الناس يحشون العسكرية وأكو ناس يحشون الدوائر المدنية وهذا يعني القصان اللي ما يحمل رغم ان يقولون قصان حيالي لا اي صحيح صحيح استاذ احمد مول انا اقول لك ما تتعاوني وانا هسه بهالوقت اولياء الامور ما تعاوني ولا بلادار نهايه قبل احنا كنا مرزابات انا وهذا حج حسن وذاك حج محمد عزيزي حج محمد اللي يعني فكنا يعني من التلميذ هو فد مره من المرات هسه نذكره على سبيل المثال حج حسن ضرب واحد يعني لا أنا يعني إيش أحد عاتبه أحد إجاه بعدين إحنا ناجنا نبسط أو يسطونه نقول لهم لا تقولون لهن لويش لأن أهلنا راح يبسطونه مرة الأخ يعني ورا كتلة المعلم الفدوة لا تقول لهن كتلة المعلم فلان لأنه بس يوصل أو نوصل أو أي واحد راح يبسطون مرة الأخ عود يجون يعاتبون هسه يا سار أحمد هي الظروف احنا نقول هسه تقريبا التعليم لا غير التعليم السابق احنا نشع على السابق واولياء طبعا يختلف احنا نشع على واقعنا بالكوت وغيره يعني صحيح اي سار أحمد هاني سار أحمد ليش قبل حتى معونة الشتاء يطون قطع للعوائل المتعففة يعني مو كل عائلة تمام يعني قصدي أكل شرب إيش صار عندك التربية يعني هاي السنين من تقريبا يعني نقول من وقت صدام أو من وقت غيره ولا حد هسه جاي نحو الأسوأ والأسوأ 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 ليش قبل لا عشنه تفاح يمكن تستغني يمكن حتى غدا ما نتغدى بالبيوت تفاحة يعني من هذا التفاح بيض أشكال ليش وشون كان انضباط هاي المدرسة شون كان انضباط شون كنا نطلع شون كنا من نطلع يعني حسب الأصول بسرة وبنظام وبهدوء ليش يعني أنا طبعا ما أدري بقت على الوضعية صار غير شكل ما أعرف يعني أنا أشوفها بالكوت اختلفت اختلاف جذري يعني لا أسانا فد مرة يعني مرة أذكر استغل وجودكم محجين أي طبعا الرحب سيد هادي العاملي أهلا وسهلا خطوة عزيزة يا اهلا وسهلا مولاي العزيز مولاي عيني صحه غافي يا مرحبا خطوه عزيزه مولاي العزيز يبارك الواير شرفنا السيد هادي العاملي اهلا وسهلا
اهلا وسهلا مولاي. يا رب عليك. شرفتنا مولاي. شرفتنا مولاي. سريع عني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير مولانا. فقصدي يعني احنا نحكي على قبل. يعني قبل اكو احنا مدرسين بالكوت. عندي معاملة مع المرور. يوم تلميذي كان بالغربية يعني. ضابط عقيد. يشرب جيجارة من طبيت على الدائرة مالته خلاها ورا. وشمر الجيجارة يعني هي الجيجارة لو صغيرة نقول يابا هو ذبها مو الخاطري. يعني هي مخلصة. ليش الاحترام؟ رجعت ورا السقوط مدير بمدرسة اطلع من الحيل القى الطلاب تلعب دعابل لان عندنا مبلط اقبال الباب ما يخلوك تفوت. يا بعد افوت اردوا عليه لي يعني طلاب من هذا وين شفت شفت الفارق ايش قد؟ يا استاذ احمد يعني احنا ما واي فارق يعني واي ما كنت تعاون. اي ان شاء الله فاصل ونواصل وياكم البث قطع البث. السلام نور العلم يا عراقي فبالعلم تعلم فصح من جيل فصح من جهل وما تهواه تندم. هذه الدنيا تراها ما حوت من علوم الله ما زادك فافهم. فأخو الجهل تراه ساذجا وأخو العلم فبالعلم تقدم. هذه دنيانا قد أبدتنا علما يا له من نور علم ليس يعدم. هؤلاء علماء فكروا وبهم نالوا العلا يا حي فاعلم. وبقينا اليوم نبني عالما ظل في تيه وما التخطيط يسلم. فأخو الجهل بقي في جهله وأخو العلم تراه ليس يهزم. يا إله من زمان مضحك يا له من زمان مضحك ما تقدمنا وما لنا مكرم. قد غرتنا أنفسا من جهلها قد أغرتنا أنفسا في جهلها وتريد الشعب يبقى في صراع يتهدم. فلنا التاريخ يشهد إننا أمة فيها صلاح الناس أقدم. مدرسة جسان كانت شعلة وبها نور العلم وبها نور العلم نور الله أحكم. هذه مدرستي قد كنت فيها أدرس العلم وفيها أتعلم. قد تعلمنا بها نورا تسامى حتى أصبحنا بهذا اليوم نغنم. فلرب الشكر أن هذا هدانا وله الحمد على ما جار وأسلم رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هو بعد ما نقدر نضيف على ما تفضلوا به الأساتذة بس أنا أتذكر يعني أريد نحكي لنا حكايتي أنا بحق أستاذنا الفاضل أستاذ جلال أبو نصير. أنا بثاني ابتدائي هاي وراي الصف الثاني وهو صار مدير لا تأثرنا به يعني بشكل وهو طبعا يعني هاي إنسانيته وطيبته ومهنيته هاي طبعا مو بس بمجال التعليم انعكست حتى بالمجال الآخر يعني المجال السياسي.
فيعني هو يلاحظ مسألة الفقر الاجتماعي ومسألة الإقطاع، ويعني صار بالمجال بالحزب الشيوعي. فأتذكر حادثة هي صار هي اللي يمكن انفصل على أثرها، ما أعرف أكو ضابط تجنيد مال بدرة وما أعرف حاكي حكاية كذا، وصل خبر الجصان وتجمعنا إحنا يعني شباب عمرنا كل واحد عشر سنوات، وإجا الأمر ليوسف أبو الماي الله يرحمه بحيث يوقف السيارة هو طبعا كان الشارع الوحيد اللي بين بدرة وجصان ويروح للكوت، هو هذا الطريق اللي يعني قبال مدرستنا. فوقف السيارة عرض سيارة الماي، وإجا هو هذا ضابط التجنيد هو وزوجته وعائلته، ويعني ترزل من قبل المتظاهرين. أستاذ جلال ما كان موجود ولا شفناه، وحتى كان الله يرحمه صبح محمد سلمان مديده على الضابط وسحله يريد يطلعه من السيارة. المهم لا صبح محمد سلمان والله ويانا فالمهم ورا فترة ورا ست شهور ولن يتحاكم أستاذ جلال، وسمعنا طبعا بزمن عبد الكريم قاسم وانسجن بالعمارة، يمكن مو بالله أبو نصير بالعمارة أنت وصبحي علاوي لمدة سنة وعزل، فصل وعزل، والعزل يعني ما يرجع نهائيا. يعني التفسير هو أنه هذا المجلس العرفي، المجلس العرفي اللي شكل بزمن عبد الكريم قاسم هو مجلس بعثي، يعني لأنه مو بس هو، كل هواية ناس شيوعيين انسجنوا بذيك الفترة، وصارت بعدين لجان تحقيقية يمكن وخففت على الساد جلال. عليكم السلام والرحمة. يعني الشغلة الأخرى اللي أتذكرها وإحنا بثاني، كان المرشد مالتنا أو المعلم مالتنا الله يرحمه خالي اللي هو أستاذ هادي حجي كاظم. هادي حجي كاظم يعني مو لكون خالي بس إنسان، يعني من تقول إنسان فعلا، كان مخلي يعني شوف هاي ذكرني حجي باقر، التفتيش كان هنا، فمن يفتشون الصبح تدري هواي اكو طلاب أظافرهم طوال شعرهم طويل، كان مخلي المقراضة بجيبه ويجيب ماكينة مال حلاقة، ماكينة مال حلاقة ويحلق. هواي اكو ناس يعني ما يتمكنون حتى يروحون للحلاق. وبالإضافة إلى أني أدري مساعدات مادية، يعني يساعد هاي المعلم اللي إحنا يعني المعلمين اللي شفناهم، وأني يعني مثلاً برابع تأثرت بمعلم ناجي عبود، يمكن همي الخطية الشيوعي وشرد أنا ما أدري بي يعني الله يرحمه ناجي عبود. بالخامس أستاذ فرحان خضير، يعني المدرس معلمنا بمادة الإنجليزي ويعني معروف أبو عدنان، يعني مهني وإنساني. هاي المعلمين اللي ويعني إحنا مثل ما نباوع على أبونا، على اللي نحترمهم، يعني مو نحترمهم بس بالوجه، لا يعني ماكو يقول قول وفعله، هذا الاحترام. ولهذا يعني إذا وصلت حكاية من المدرسة للعائلة، بعد العائلة على طول الخط طابقة ويا المدرسة هذه، وهذا اللي خلى يعني جيل يعني جيل ذاك الوقت كلها ما شاء الله. يعني يمكن ما اتطرقت إلى هواية شخصيات اللي برزت، يعني قلنا توسى حكيتوا على الأساتذة، إذا عبد الرسول الجصاني، وإذا يعني أنا أتذكر رؤوف وعطوف وأخو قاسم قدوري الأصغر علي كان متميز وهم راس راح يمكن بعثه ورجع بمجال النفط الصور هواية، يعني بالإضافة إلى دكتور عقيل حاليا، دكتور عقيل الحمد لله والشكر اللي يعني
فخر، فخر لهاي الولاية، فخر لناحية جصان. باسم إن شاء الله. إحنا مو هسه هاي الدكاترة حتى اللي موجودين هنا، محمد جبير وإذا أبو طيبة وإذا دكتور فراس أو يعني ننسى لازم. لا نعتذر يعني ما نذكر هو اختصاصات. أنا هسه قبالي القاعة، والقاعة أتذكر يعني هاي من انفتحت القاعة يقول إجا مدير المعارف وإجا قيم مقام ومدير الناحية دز على الشخصيات الموجودين بجصان. من ضمن الشخصيات يعني الله يرحمهم سيد جعفر العاملي ويا حجي حمودي ويا يعني كل شخصيات جصان وجوه جصان. فسأل حجي حمودي قال هاي شنو؟ تعجب مو أول مرة الصفوف شافوها هنا بهاي الصفوف مبينة يعني مكانات مو مثل القاعة. يا بهاي شنو؟ قالوا له هذه يصير بها القاعة إذا الامتحانات كلهم يتجمعون هنا وإذا بالاجتماع هو هزيدة وهي. قالوا له شنو؟ قال أنا عبالي هاي هاي تفيد طالة مال تبن. يعني هو الرجل يعني يشتغل بالحلال وبالزراعة. فهذه المدرسة يعني هسه احنا جاي نشوف شوية اكو ما بيفرق. الهيكل نفس الهيكل، التصميم نفسه، اكو اضافات اي يمكن صفين صايره اضافات بها، واكو هاي واكو هاي البنايه بلي والا نفس الشيء. بس انا ما شاء الله جاي ابوع البيوت اللي بعد السياج هاي، احنا كان السياج ومرزابات ساحه يصير بها يمكن هنا الشبيه ما تشابيه. يابا احنا نشكركم. ايه بلي ما شاء الله. ايه حبيبي ابو عبد الله بلي اي والله يعني. اي والله طبعا اي هاي ويانا ابو نصر. احنا ننتظر كلمتك. لا ما يخالف ما هل لي تتذكر تفضل عيني اتذكر شيء لطيف جيد، وهو ان الشيخ احمد الله يرحمه بهذا اليوم درس بمدرسه جصان القديمه. صحيح. وذاك الوقت كان ياخذ راتبه من العبارة، مو بالله مو بالكوت ولا بالعبارة، بالعبارة. وراتبه كان دينار وكسر. المدرسة الجصان كانت الخامس، ماكو سادس. اللي ينجح يقعد بالبيت ويا أهله بالزرع بالمدرسة. الوحيد اللي فاضل حجي كاظم الله يرحمه راح يدرس بمدرة صف السادس، كمل سادس وبعدها راح إلى وتأذى يعني خطية. شلون تعرف بمدرة وهو هاي شلون الريفية كانت دقيقة اسمح لي وبعدين راح إلى الكوت، وبعدين راح إلى دار المعلمين الابتدائية في بغداد. أي بعد الثالث الوحيد يعني، وإلا ما حد راح غيره إلى بدرة. أزين رشيد طاهر وارش. اسمح لي قبل أكو دار المعلمين الريفية. دار المعلمين الريفية ويل بديالة خرجوا منها كاظم رضا، جواد فرحان، عبد الرزاق بشيبش، وارش، كلهم تخرجوا من الريفية هذه بديالة من سادس ابتدائي. طبعا يدخل ماكو من الثالث ولهذا الوحيد اللي دخل من الثالث فاضل دار المعلمين الابتدائيه بالعمر.
بعدين اجت وجبتنا احنا ايضا. جينا هسه جينا على انت شلون صرت معلم مو نبذة في الموقف مريت به. لا 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 احنا بال 1950 يعني بالخمسينات نجحنا بالثالث ودخلنا بدار المعلمين بالثالث. قبل شوية نقول بالثالث صارت القضايا الحزبية ودخلنا بأحزاب اي وتأذينا بشكل. دار المعلم وين كان؟ بالعظمية بناية تركية العظمية يم المقبرة الملكية. دخلنا هناك ودخلنا بالسياسة وانفصلنا من هذه وتقدمنا وانحكمنا انحكم مثلا 6 أشهر هناك وانفصلت. انفصلنا وما قبلوا ظلينا تايهين مثل ما يقول نشتغل بشركات وشيء إلى ظروف ساعدتنا وواسطات خلونا نكمل. جينا لقينا كانت دار المعلمين 3 سنوات ورانا صارت 4 سنوات. لو اللي جينا احنا شلون زين وين يخلونا؟ احنا كنا بالثالث ونجحنا شلون يخلونا وين؟ فتحت دار المعاهد دور المعلمين بالعراق كليته من جملتها ببغداد. فاحنا من الثالث دخلونا بالمعهد اللي بعد الخامس. لاحظت شلون؟ لاحظت يعني احنا ما ناجحين من الخامس ثانوي. شلون دخلونا بالمعهد؟ من جملة الأشياء اللي شفناها كانوا طلاب مكتوبة أسماءهم. تعرف لأن المعهد من كل العراق كان الجصاني فد 4 5. الله يرحم رشيد طاهر قال لازم نتعرف عليهم ذول. والله رحنا تعرفنا عليهم. يا بعد شنو من جصان؟ قال والله احنا كل شيء نعرف اسم أبانا وأجدادا يكتبون الجصاني وإحنا هم نكتب الجصاني. فحشينا لهم على جصان ومهدينا وهذه أي على أثر عاد تعيننا معلمين. من اللي تعينت جيت لي هنا سنتين بقيت معلم وصرت مدير مدرسة وجماعتنا كلهم ذولا طلابنا الأعزاء. أي وكان اكو غذاء بالمدرسه غذاء يعني من التربيه اي امزين كان يفيد الطلاب. تعرف ناس اكثر نفقه عندنا هذه اي. وصارت انه بالقضيه الثانيه مثل ما قال علينا الاخ اجى هذا الضابط منا قدمونا محكمه وانحكموا ثاني اي 2 سنة وسنة مراقبه. وبعدين عبد الكريم قاسم عطف علينا اللي يعطف سوى لجان نظر في قضايا الأحكام العرفية فنزلوا أحكامنا. أنا سووني 2 أشهر ودونا إلى العمارة من العمارة للرمادي وطلعنا من الرمادي والنوب رجعنا للتعليم عيوني معلم بالدجيلي والنوب للكوت السبان يا سنة هاي الدجيلي 65 ايوه من دجالي قلت لك جيت الكوت وطلعت تقاعد ب 83 من الكوت. واحنا اللي قدمنا علينا ذاك الوقت بالنسبة الى طلابنا اهل جصان كليتهم وابنائنا واولادنا والنعم انكم ونصيبكم. انا بدوري اشكركم انتم مدرسين ومعلمين هسه موقفكم هسه ويانا واستقبالنا وجهودكم وجهود اخواننا حجي حسن وباقر وحجي علي. سؤال واحد بس واحد يا الاكبر انت لا حجي باقر؟ لا حجي باقر جدا قل له اذا مو جيت هسه يا معوج الظلم يا ذا اللي بزبط أنا أقدم شكري للأخ أبو أحمد ولو من طلابي
بس يداليني بالكوث بشكل يعني. بارك الله فيك. اي والله العظيم. غصب علي هذا. واتمنى له العمر الطويل. هذا واجبه. إيه؟ معلمنا الاستاذ رحمه الله امك الاستاذ. هذا واجبه ابو نصير، واجبنا كلية تاعنا. ايوه ايوه. اجينا. شلون امتخنا من ذيك المدرسه. اي. امتخنا من ذيك المدرسه والمعلمين القدامى. يا سلام تكلم مو بعدين وراي. لا انا ما انت انت. لا لا انا مو بعدين انت يا حب السنه. اي صحيح. سيد اذا عندك الكلمه يعني. ها. يعني على ذكريات السابقه مال المدارس. سيد في موقف انت مريت به مولاي. المدرسه كان يومي عبد الحسين يضرب 16 عوده. عند موقف بذيك المدرسه الله فاضل حجي كاظم قعدنا كمستمع صف اول ابتدائي. اجت الامتحانات اجى سالني قال لي استاذ ابو حسان سيد علي اخوي رمى حمام قال البزون هذا ساكن الحمامه تخليها لو ما نخليها؟ قلت له نخليها قال لي تساقط رحت جيت من المدرسه ذيك مالت السوق للبيت ابكي وهاي بعدين ب 52 بنتها اول مدرسه الطابوق بنتها ب 52 قعدنا بها بصف اول ابتدائي الصف مالتنا صحيح وب 59 استاذ جلال و 58 درسنا تاريخ وجغرافيا واستاذ محمد حمار الله يرحمه عربي أستاذ فرحان خضير إنجليزي وهذا حجي كاظم رياضيات حساب كان ماكو رياضي قاسم قدور طبيعيات إيه؟ لا أنا ويا صالح الله يرحمه صالح أنا سقطت بالخامس أنت لحقتنا إيه سقطت بالخامس أنت لحقتنا بال 59 60 نجحت من السادس أنا إيه والتدريس كان حتى اضافيات يسوي لنا استاذ جلال وكلهم يسوي لنا اضافيات هسه ما يمكن حتى المعلم يدرس من وراء خشم ما يعرفون يكتبون هم والله اضافي سويت لنا تاريخ وجغرافيا هو سويت لنا حتى من كنا امتحان بكالوريوس توقف لنا بناء بالباب تسالنا على الدراسه مالت هسه ما يدرس يمشي بس يسقط واجب احتراماتنا والسلام موقف بال 59 نص المناهج اللغت تاريخ من ضمن المواضيع اللي اللغت بالعربي الممنوع من الصرف اللغت ليش ما بالبكالوريا تيجي سؤال هات خمسة أسماء ممنوعة من الصرف أبو محمد إحنا بس صغير. محمد علي مهدي الله يطول عمره ما شافها ممنوعة من الصرف ما مر عليه ولا كتب مصنوعة من الصوف لحد الآن قال كتبت لي الشليف والإزار والعباية لا أبو أحمد نطلعنا بس نسيتنا بس الشيء إيه إيه هي شنو هو مو إيه طبعا ديش المدرسة القديمة المدرسة القديمة هي أول مدرسة بنت طبعا قبلها يقولون يسولفون القدامة كانت بنص السوق وانت كان أي مال حسن أي لا هاي بنص السوق بعدين بنوا هاي المدرسة القديمة أي بنوا المدرسة القديمة وحتى الفراشين الله يرحمه ولازم يعني إلى فضل علينا كنا صاحب محمد علي أسد أبو حبيب وأبو مهدي يعني يتصل بأولياء أمور للطلاب وتوسل بيتهم بس دخلوا ولدكم للمدرسة بالإضافة إلى المعلمين كاظم رضا وفاضل وهادي يعني حتى الفراشين كانوا يردون يشاقون خاف كذا فاستم اي العمال اللي بالمدرسه مال صاحب محمد علي اسد وهاشم حجي مهدي او صاحب محمد علي اسد اي واحد يتعين عامل بالمدرسه يقول له لا تقعد بالقهوه اللي يقعدون بها المعلمين يعني دول يردون ياخذون حريتهم زين خاف تبدي الحكايه او من معلمين بياناتهم شيء خاف يردون يرسبون طالب تطلع منك حكايه واي واحد لا يطلع حكايه مع المعلمين فالعمال اللي كانوا فوق اللي هو يقودهم أبو مهدي صاحب محمد علي أسد هذا كان حريص على الولاية على طلابنا يعني يتوسل بيد أولياء أمور الطلاب بيد أبهاتنا إنه دخلوهم بالمدرسة دخلوا ولدكم دخلوا كذا
ويستمرون المعلمين بالآن مثل ما ذكرت هسه يتصلون بأولياء أمور الطلاب. صاحب محمد علي أسد أبو حبيب أبو حامد، يعني هذا كان كل مدير مدرسة يجي يحترمه، كلش يحترمه، يحترمه أزيد من اللازم، لأنه محترم نفسه ويؤدي الواجب. وحتى من هو تعين طبعا راتبه راح من طلع تقاعد راح للعمارة كمل معاملته، كان تابع لل، فبقى ذيك المدرسة من 27 ل 52 مدرسة 25 سنة. بعد هاي المدرسة من كملت ديش؟ المدارس اللي بنت أول مدرسة بالريف بنت مدرسة الرحمانية، بناها الله يرحم سيد عبد الحسين العاملي، كانت اسمها العاملي، كانت اسمها العاملي، أي بالثنين، أي لا بالثنين وخمسين، بالثنين وخمسين، لا بنت باثنين وخمسين، أي عبد الحسين العاملي هو الرجل المزارع الوحيد اللي كان يهتم بناء المدارس، فبنى مدرسة بالرحمانية، حتى اعترضوا علي الشيوخ قال لهم لا. ثاني مدرسة بنت بها المهدي، المهدي اللي راح لها، راح لها الله يرحم أول معلم راح لها كاظم رضا، بعدين مرزابات نظامية. زين هاي المدارس اللي انبنن بجسر، هاي الأشتر انبنت بالستين، بالستين واحد وستين هيك. الثانوية تأسس الثانوية جصان سنة 65. أيه. لا 62. 62. أول مديرها كان فاضل حجي فاضل عبد الجبار. بالنسبة للثانو المتوسط جصان تأسست سنة 65. جاه مدير غالب الساكني الله رحمه كمل دكتوراه. بعدين غالب الساكني راح جاء موفق، من نوصل موفق، ورا موفق جاء غازي الناصح، غازي مدير جيد بس عدة يعني مدير جيد يعني، ورا غازي جاء كاظم عجيل المقصوصي. كلها المدرسة من بنت جيد، كلها كان بيها سلبيات وعدم الجدية. استلمها الله يرحمه خالد علي أحمد، خالد علي أحمد من استلم المدرسة يقول لي يعني سولف لي إنه كان بالمدرسة شقاوات، الخضير بطنج، الخضير عباس الله يرحمهم، حسن مجيد الله طول عمره، يقول جبتهم بالمتوسط أنزع السترتي وظلت أضرب وياهم بوكسات إلى أن سيطرت على المدرسة. فمن سيطر المشكلة أنا تعينت 10/12/68. طبعا اني طبيت اول درس طبيت للصف مال الثالث متوسط، وعين حج علي زيدان يا ابو حج علي زيدان، اني برابع هو بثاني، عبد العظيم علي حسوني، خضير بطنج، مهدي هويدي، المهم عاين ما سيطرت، يعني مو درس صار سنه ارجف اني والله حجي أرجف والله العظيم. محمد كبار كلهم وياي بالابتداء، إلا أقول لك قلوب وباسط يعني نتعارك بالبستان. المهم طلعت جا أمشي أنا بالساحة ما أشوف الله يرحم غالب حجي غالب، شلونك أبو صلاح؟ الحمد لله ما أشوف مالك كانوا إبراهيم وإسماعيل زين دولة، شلون أنا أقدر وأني أستحي؟ ما اشوف الا خالد ضربه، تلاقيت ويا خالد ليش الضربه؟ شنو؟ قال اقول لك لها انا بالمو سيطرت على المدرسه وانت تيجي بعدين تريد تفشلها من وراك؟ ما اقبل. المهم انا والله يرحم محمد عبد الحسن تلاقينا وياه قلنا له احنا ولد ولايه وكذا وكذا، طلعت شهرين ما احكي وياه انا ومحمد. بعدين ببغداد شافني واذا راسا مباوس واخذني قبل للبيت واعتذر، وكان كلامه صحيح، قال لي انت ابن ولاية انا عارفك تستحي وكذا وكذا،
بس انت اذا ما تسيطر وما تدرس زين، ما تسيطر الطلاب ما راح تحترمك. انت راح ما تضر بس نفسك، تضر نفسك، تضر طلابك، تضر الولاية. انا رجال ماشي ماشي، انا مو ابن ولاية، بس هاي ولايتك فقيرة واذكياء وطيبين، ما يراد لهم واحد يتساهل. من يتساهل يقولون هذا ضعيف، وبعدين ما يحترموك وما يحترمون المعلمين من وراك. اذا تفشل انت وتفشل المدينة وتضرها. والحمد لله فعلا كان جوابه صحيح، حتى وانا مثل ما قلت هسه نسلم للإدارة، قال لي خطية برقبتك وذمة برقبتك، انا هاي الولاية احبها بالرغم ان ما العلاقة بيها هواية قوية، بس احبها لان طيبين، واريدك تكون شديد خاطر تنجح المدرسة. وساعدني الله يرحمه الله. يا ممتاز الله يرحمه، الله يرحمه عباس فنجان، ما قصر، الله يرحمه. يعني كان من المدرسين، ومحمد جبار كان من المدرسين، يعني اللي مو بس الناجحين، يعني الحريصين على كل شيء. يعني تصير قضايا بالمدرسة ما تطلع خارج المدرسة نهائيا. يعني والله صارت قضية، محمد جبار من الصبح راح للتربية سوى القضية، نقل للمدرسة وكل شيء انتهى، وما حد يدري ليش نقل. فكانوا يعني الرجال ناس حريصين، وهاي كل اللي عندي. السيد أنا أقول لك الموقف، أنا درس الإنجليزي كان درسنا بها عبد الحسين جليل. لا كان درسنا فرحان خضير، ثاني سنة فرحان بالسادس. لا ما شفت ملب بالرأي تدريس، وكان عبد الحسين من بدر يدرسنا. اي لا عبد الحسين من هالبدرة معلم، كان الكلمة وسبيلة شو ما أعرف إنجليزي. هسه بعد يعني بالخامس إعداد، كان خامس ماكو سادس، بس بالإنجليزي سقط. هسه ابنه بالخامس ساقط. إيه فكلمة سبيلة، ومن الصبح يخلينا أستاذ فاضل الله يرحمه يخلي درس الإنجليزي أول درس، وكتل يعني كل غلطة ما تسمى الكلمة أربع أوزان يضربنا. يومية 16 20 يعني ذاك أحمد الله يضربنا 12 عودة كانت، والحمد لله رب العالمين فوقنا بيها بالمتوسطة والسادس نجحت بأول دور همه. بس بقى عندي الإنجليزي، قلت لك بصف خامس، كان خامس ماكو سادس، هنا ما دبرت الإنجليزي يعني، حتى رحت دورة البغداد وما نجحت فيه. والحمد لله أربعة تعيننا على المتوسطة، ومحاسب بلدية ومدير بلدية صرت، ومن وراء المدرسين اللي درسوني اللي كانوا يتعبون علينا شهاد الله. يعني هذا حجي كاظم الله يرحمه كان معلم رياضيات يعني فائق يعني علينا، وحتى اكو محاسبين جونا جدد يعني يحسبون بالحاسب، انا احسب انهم يمشوا ويباعون بس عليه. لا تنسى الكازرانه مال ابو نصير الحجيه. هو كان يا معلم يطب بدعوده يقتل بينا، من يقول له من محشي وياه. بس هسه ماكو، هسه انه صارت ما شاء الله عشهريه، المعلم اذا يضرب الطالب صارت عشهريه تقتل ابني. وهي يعني اللي تعلمنا ابو هل، والحد الان ملازمين، والحد الان نحترم معلمين الناس، يمكن حتى احترام امك. انا حد الان احترم استاذ جلال فرحان خطير، محمد حمادي، قاسم قدور الله يرحمهم. يعني بعثي سيدنا قصان بعثي، فاحترامنا يعني موجود لحد الان لهم يعني. وما قلنا الا استاذ يعني، ما اجلس لا اقول استاذ جلال ولا ابو استاذ جلال يعني، ما الا بهالكلمه هاي يعني انطق بها انا. رسول هو رسول يعني رسوله حجي محمد بعد الذكريات النظاميه. لحظه حجينا، خلى الجزء الاخير ان شاء الله هسه فاصل ان شاء الله، الجزء الاخير راح نكمله بعدين، خلى يرتاحون الجماعه ان شاء الله، تابعونا ان شاء الله الجزء الثالث. المدرسه القديمه اللي على التله يعني كان اكو نشاط ثقافي، نشاط مسرحي، يعني احنا طلاب صغار، وأتذكر صارت مسرحية مدرسة جرصان اللي فوق بالتلة، وحضروا وجوه أهل جرصان، يعني اكتظت المدرسة. ولحد الآن أتذكر من جابوا الكاروك ويرجون يخلون قدور عبيد بالكاروك،
يعني حارب شلون، لأن هو قدوري كبير يعني، يعني كان ماذي بالخامس بالسادس وإحنا بالأول، يعني حاروا شلون يخلونا بالكاروك يعني. والمسرحية يعني استحسنوها أهالي جصان بصورة عامة، وانتقلت كذلك هنا أيضا. هنا أتذكر بهذا المكان أنا بالذات، والله هذه حجي كاظم الله يرحمه كان هو يشرف علينا ويدرسنا، وإحنا بصراحة كنا متميزين يعني. أنا محتفظ هسه بشهاداتي من أول ابتدائي للخامس، من الأول للخامس باعتبار أستاذ بكالوريا معكم، كان يطلع منه أول علينا فالح هادي ناصر الله يرحمه، وثاني مكرر أنا وحسيب حجي كاظم، حسيب حجي كاظم وأنا اثنين، ثاني مكرر اثنين. حتى ما نغبن يعني المسرحيات الآن سيد سامي، نعم، وفؤاد غليس جيد المدرسة دائما ممتاز والله. قلت لك ولحد الآن أتذكر هنا بهذا المكان والله. قهوة حمودي منو كانوا؟ كاظم شيخ أحمد وقدوري مالك عطوف وحسن حسين. مالك عطوف كان يعني وجه مسرحي مالك عطوف. وأتذكر الرعيل الأول المعلمين اللي كانوا لهم والله فد احترام وفد رهبة من يمشون، يعني أنا أتذكرهم ذولا، وارش أبو نصير كاظم رضا ذولا غني حج كريم مثل ما يقول بعد يعني رشيد طاهر. لحدنا أنا أتذكر من أروح نوبات ويا أنا ملاصق إلى عمي جميل الله يرحمه، أركب على البغل ورا مباشرة ونروح للمي للنهر نهر الفوق. فاليوم رايحين احنا ولاقونا المعلمين، يعني انا التصقت بظهر عمي في سبيل حتى لا يشوفوني، هيك الى رهبه المعلم الى قيمه الى احترام، يعني نخاف من عندهم. تلقونا كاظم رضا كان لابس غتره لان مزين راسه الله يرحمه، مزين راسه صفر، ولاقوا عمي جميل، عمي جميل صديقهم يعني، ودائما كانوا من شان طلاب هو يسولف لي يقول لي يتعاركون هو وهادي الله يرحمه، اذا ينفشخ عمي صفية الله يرحمها هي الداوي، وإذا ينفش هادي أم عمي رأسن الداوي. المهم لاقونا هنا يم النهر، وإذا رأسن قال له والعمي لازم تنزل وتقرأنا بيت أبو ذية، قال لهم صحيح شرط إلا كاظم رضي يطلع يذب الغترة وتطلع القرعة مالته. عاد كاظم رأسن ذب الغترة بالفعل وطلعت القرعة مالته يعني. وقلت لك يعني فد موقف حلو، وأنا ملتصق في سبيل حتى لا يشوفوني، يعني كانوا هنا المميزين من يجون نسميه مميز. هذا شنو المراقبين؟ مراقبين على امتحانات مال البكالوريا، لهم فد رهبة وفد قيمة والله من يجون إلى السوق ويصعدون برفقة المعلمين ومدير المدرسة، نظل يعني بس نعين عليهم صدق ذولا بشر، صدق ذولا بشر ذولا. يجون هنا بالقاعة يهيئونهم الفراش والأكل والاحترام، يظلون أسبوع زمان لما ما ينتهي تنتهي فترة الامتحانات ويرحون مكرمين معززين. بس بالدورة الأول والدورة الثاني لا، اللي يطلع مكمل يروح البدرة، يروح البدرة يروح اللي يطلع مكمل يعني. واستمرت جحافل المعلمين وتخرجوا محمد حويش الله يرحمه، وعباس عيسى الله يرحمه، وغني جاسم الله يرحمه، وغني حج كريم الله يرحمه، حج حسن عبيد الله يرحمه يعني، وبعدين وجبة فاضل جبار الله يرحمه، محمود فيصل الله يرحمه، راضي جاسم، وهادي سفوري قبلنا بدورة ذولا الله ينطيهم الصحة إن شاء الله، وحامد عبد الرضا الله ينطيه الصحة، محمود فيصل وياهم توفى الله يرحمه. وراها مباشرة اجت دورتنا أنا أبو صفاء الله يرحمه، صالح ماذي، سلمان كريم الله يرحمه، كريم عبد الرضا الله يرحمه، محسن مخيف الله يرحمه، إبراهيم كريم الناموس الله يرحمه. هاي هالوجبة هذه، بعدين ورا هاي الوجبة اجت وجبة أبو محمد والجماعة، واستمرت جصان الضخ بهاي الوجوه، الضخ بهاي الكفاءات. وإذا هسه نشوف إن شاء ما شاء الله أساتذة بالجامعات يشيلون الرأس والله، خريجين الجامعات الأوروبية والأمريكية، ومثل ما يعني تناولت هذا الموضوع بالبداية والله يشيلون الرأس يعني، أساتذة مرموقين مو بس أطباء مختلف الاختصاص. أنا لحد الآن أحتفظ بقصاصات من الجرائد، أنا من طبعي أقرأ جرائد هواي، أنا من أول متوسط أقرأ جريدة البلاد والزمان إذا يذكر أبو نصير، البلاد والزمان بزمان العهد المباد، وبعدين استمرت بقراءة الكتب والكذا.
يقول لك اتحاد الشعب هاي بعدين اتحاد الشعب والحضارة والإنسانية والثبات والكذا يعني لحد الآن احتفظ بقصاصات مجموعة من الجرائد من دكتور عقيل أجرى بعض العمليات الجراحية يعني حقيقة راقية جدا يعني جدا أو نشرها ومحتفظ بها والله لأن شنو أفتخر بأن ابن ولايتي وصل إلى هاي الدرجة هذه صحيح أي نعم 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 أي فهاي مدرستنا هذه هاي المدرسة العريقة هذه تحس بالنفس أن يلغي اسمها والله هذه تحس بالنفس هاي مدرسة هذه تراث هاي تراث هاي تبقى لازم ذكرى تبقى إلى أبد الأبدين ما طول موجودة الولاية هذه ما طول موجودة اسم جصان مدرسة جصان الابتدائية للبنين تبقى في كل مكان فيما إذا اندثرت الولاية خل تنتظر ما يخالف هي صايرة حرف ليش ليش أغيرها حجينا هي صايرة يعني أي مدينة أول مدرسة بيها تبقى باسم تبقى إذا مدرسة الحي وإذا مدرسة صحيح والله تبقى يعني هذا تستغل وجودكم طبعا ونصير خيرك أشكرك تبقى هاي تبقى المفروض يعني لا والله طلب إرجاع إن شاء الله في هاي المدرسة حجي أبو حجي راضي الله يبقى إيه حجي راضي قدم طلب وتعب تعب السنة تعب هواية حجي راضي قدم طلب للتربية وقع لا احنا ثلاثة معلمي قدماء لكنه بسوي لك كل شيء استاذنا العزيز هي مو هاي القضية ان شاء الله العفو احنا هاي المدرسة هذه هاي المدرسة طبعا نشوفها فيك حالة الله يعطيهم صحة وعافية استاذ معاذ وسي محمد جبار هذول ايتهم بهاي المدرسة مثل ما تشوف ابو فضة يعني ناس اشتغلوا بها لكن بالوقت الحالي احنا تعرف ان المدرسة مال زين العابدين ما يقارب 400 مو 400 استاذ خالد تقريبا 400 هاي المدرسه مال البنات ما يقارب 400 جوا 400 حتى الصفوف ما تكفيها فان شاء الله بالمستقبل القريب عندنا هاي المدرسه مال الزهراء تكمل ان شاء الله ومدرسه ايضا انحالت يعني في السنه سنتين مال وابوك شيش راح تنشطر راح يصير اكو مجال هواي إله فان شاء الله من تنشطر نحول هاي المدرسه المدرسه القديمه الثانويه وهاي مدرسه جصال ترجع مدرسه جصال للبنين ان شاء الله هاي بجهود من بجهودكم انتم ان شاء الله انتم موجودين ان شاء الله راح نقدم طلب ان شاء الله بتكمل هذه ان شاء الله ان شاء الله حتى من نحولها القريب من نحولها ان شاء الله نفس الحضور الله يعطيكم صحه وعافيه ان شاء الله يجون تفتحوهم ويدخلون الطلاب ان شاء الله واتذكر اذا تسمح لي خالي العزيز بال 65 اخذنا حجي مهدي حسين منصور الله يرحمه بهاليوم والله يحفظ ولده هم مثل ما يقول وصلوا الى درجه ودرسوا بالحوزه والحمد لله موفقين ان شاء الله اخذنا بزياره الكربلاء زياره احد المراجع وذاك الوقت كان محمد مهدي الشيرازي الله يرحمه توفى بقم واندفن بقم سنه 65 بجامع ابو الفهد مقره كان فرحنا عليه سلمنا عليه احنا مجموعه من جصان والله هواية بس ما أتذكرهم بس هو حجي مهدي هو اللي يقودنا فوصل السر إلي وإحنا لابسين قوط وأربطة سالمنا ويا المرجع يعني رأسا قال لي ما العمل بعد لازم إيدي قلت له معلم متمسك بيدي بعده رأسا هو جاوبني قال لي قم للمعلم يوفه التبجيلة أنا جاوبته قلت له كاد المعلم أن يكون رسوله قال لي وكاد أن يكون شيطانه ما أتذكرها هاي صار أكثر من 60 سنة يمكن وكاد أن يكون شيطانة بالفعل صح فإذا أخلص هو منزلة الرسل وإذا ما أخلص فعلا هو أتحس من الشيطان فأنا أسأل وأتمنى أن يوفق الله الشباب ذولا وأن يجيهم على الإخلاص بالعمل إحنا كنا نروح المرزابات هاي أنا والحجي كونوا على ثقل روح نوبات بالمطر والروح حفات وعلى الحيوانات الروح ونأدي واجبنا ونباد غاد أسبوع عشرة أيام كونوا على ثقة فاليوم أنا دي هاي الذكرى ما ناسيها من 9/10 إلى 9/11 أنا ما نازل من مرزابات شهر تكميل لأن شنو كل خميس أريد ننزل
لو شرجي لو مطر وبايسكلات عندنا، فما ما اتحمل بهالحاله. الجماعه ينزلون حج محمد حج باقر واحنا نبقى. فبينما شو هسه ورا التغيير ما شاء الله، مع اجل احترامي وتقديري للاسره التعليميه في كل مكان، يعني مدير المدرسه بكيفه هو ينطي عطله، هي العطله موجوده السبت، هاي قبل لا تصير هاي وضعيه الكورونا وما كورونا، هو السبت الدوله اعطتها يومين بالاسبوع، ظلت خمسة ايام، مدير المدرسه يقول لا السياره ما تستوعب العدد المعلمين، ينطي بكيفه استراحه الى فد معلم او معلمين اثنين او معلمات. انت شلون اصير برمكي براس التلاميذ؟ مو هاي امانه، مو ذول التلاميذ امانه. يا اخي الاخلاص هو جوهر الانسان، والله جوهر الانسان الاخلاص بالعمل. هنيئا لأتقن عمله، الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول: رحم الله من عمل عمل فاتقنه. يعني فاتمنى بان هالشباب بهالوقت الحاضر ان يلتفتون الى الاخلاص بالعمل، وخاصه هسه احنا بوقت التقنيه الحديثه والتكنولوجيا، مساله الموبايل. خلي يستغلون الموبايل للاغراض الثقافيه، للاغراض. هسه انا يوميا الصبح عندي موبايل، يوميا الصبح استطلع الاخبار، اشوف الجرائد العربيه، الجرائد اقرا. لا تستغل الموبايل لاغراض تسيء لك وتسيء الى سمعتك وتسيء الى مهنتك وتسيء الى مدينتك. استغلها في سبيل الفائده، والثقافه هي كنز. ثقافة يا ريت الانسان يتثقف يعني. وانا اشكركم جزيل الشكر، واترك المجال للاخ ابو محمد. تفضل. اشكرك حجي. احنا هسه بس نذكر المواقف، لان انت استغنيتنا يعني. ما نريد نحكي على الاخلاص، ما كنا نروح مشي بمطر ونروح ببيت ابو محمد مندلي نبدل هدومنا نحصرن، يعني ما عندنا هدومنا نقعانين عليش، ونقدر واحد يسوي الافراز وينام وما يداوم، صح ولا لا؟ هسه الوقت يجي انت غنيتنا بعد من هاي، بس المواقف اللطيفه مرات. كان عندنا حوض هنا خارج بالساحه، شلون كانت حديقه؟ حديقه من حديقه ورد الحلو، وحوض مستطيل ومصبوب وبمي. فديوم من الايام المي جامد تقريبا برد. الله يرحم الساد هادي، هادي حجي كاظم، اي باي تعمل عين عليه. قال لي الحزاني من يقدر يسبح بي وانا اطي الف؟ قال لي دينار دينار لا لا هو نقيت الف العفو لا العفو يا ابو دينار اطي. قال لي حزاني انا سرق الصلخ وشيت وبالحوض وطلع يخفق يعني يس سوى لك الدينار بعد جزء مرة ما لا ثلج لا عدولة نار الجماعة يعني يا مين احنا الاشياء اللطيفة دائما نذكرها احنا كنا يعني ايه تكمل هاي مال حسان اذا لا اني بال احنا الله يرحم حسان ثالث متوسط الامتحان مال البكالوريوس يصير بالقاعة وهم يعني على حكاية الحج يجوا مميزين ويعني مراقبين بالانجليزي انا يعني جاوبت جواب حلو ومكيف وكانوا ينتظروني اصدقائي ياسين هويدي وعباس خضير وجلال حميد حمادي يعني احنا كان الجروب ذاك الوقت اثاني انا نسيت الدفتر بيدي وطلعت لهم وطاوي ما ايش جاوبت السؤال الاول السؤال الثاني ومشي وصلنا الخرابة يم بيت عبد الحسن الطويل وكان ياسين قال لي ها ايدك شنو والدفتر مال الامتحان وارجع بعد عفتهم وهي شبختين بالباب حساني باوع ايش عنده هذا طابق شنو ايش عندك قلت له وارجف قلت له هذا الدفتر انا ناسيه دفتر الامتحان قلت له ايه قال صير على صفحه وكان يصيح على المدير قال له استاذ شو هذا طلع بيد الدفتر رجعه قال له خليه خليه يجيب الدفتر صاحبي يا حسان يعني ماكو يريد يرزني اكو واحد يطلع من القاعه وبيد الدفتر وانا مسويت نفسي على اساس بس من القاعه طالع وخليت اكو ميز يخلون علي الدفاتر يعني هذا الله يرحمه الحساني برحمته الواسعه
وجزيل الشكر انتم ما ادري تعبناكم. اي والله لانه هيك فرصه هم وجوه طيبه وهم ذكريات طيبه، وان شاء الله ان شاء الله نتلاقى بالخير. ها حج محمد، بس من حج محمد عنده موقف. يلا نصائح للشباب. والله هو للشباب هو ما خلانا حج حسن يعني. اي والله لانه شنو احنا شريد شريد من الشاب شريد من العوائل. والله ذاك اليوم ما اعرف واحدة من الخوات يعني معاناة تعاني يعني ظاهر هي معلمة ما اتذكر اسم ام حسن اكو يمكن ام حسن، وحاجي على العلاقة بين العائلة وادارة المدرسة. ف يعني حكيت له يعني هي المفروض احنا هذا واحد من المعلقين يعني برر قال هو العراق كله هيك يعني خرب التعليم وخرب الكذا وخرب الكذا. فاني جاوبته يا قلت له مع صحيح كلها خربت، بس على الاقل انتش لاطفالي، اطفالي ما طول اكو كم نفس طيب، اكو كم معلم مخلص، خل اتعاون وياهم. يعني اني هذول الطلاب ابني ابن ابني يعني احاول جهد الامكان اعيد له الدروس اللي يعني ولو احنا هسه في الظروف يعني استثنائيه ما صايره بكل ما المساله يوم واحد او حتى اي يعني جهد الامكان نطلب من العوائل يا بذول المعلمين حتى لو حشاكم يا بانسان معلم انت برايك بانه هذا يعني ماخذ عليه في صوره معينه هو دا يريد يفيدك ويفيد اطفالك، فالتعاون ويا الإدارة ويا المعلمين يعني هذا الطلب مالتي، وإن شاء الله التوفيق للجميع. ما عندنا شيء بس شوف بس أسألك سؤال أستاذ يعني أي تفضل. كان أنا أقول لك أنا أقول لك الراتب نتعين أول ما تعيننا إحنا طبعا كنت وين كانت أربع دور معلمين بالعراق 65 تخرجت بس 63 احنا رحنا البعقوبة. انت رحت وين البعقوبة؟ دورة تربوية احنا. دورة تربوية البعقوبة بس داومنا. صار هذا الانقلاب الثمانية اشباط بقولتك كانت عطلة يوم لما وصلنا البعقوبة كله بأوراق يعني حرس قومي كان أوضاع ما علينا. اقول تخرجنا بقينا سنة بعقوبة رجعنا للكوت ما كانت اكلهم معلمين ما كانت اكلهم دول مع يا سنه افتح دور المعلمين بالكوت 64 لا 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 اول دوره لا اول دوره بال 56 وتخرجوا بال 59 لا بس هاي اول دوره هاي بالكوت هاي بس دول معلمين كانت ماكو اي كانت بعقوبه اي كانت بعقوبه نقلوها ورجعوها للكوت اي هو نقلنا سنه يعني قدمنا بعقوبه وين هسه معسكر سعد يعني الطرف الهاي كانت الدار. فكنا نتعين بعشرين واثناعش غلاء معيشة دينار وثلاثمية دينار وميتين يقصون من عندنا تقاعد نقبض تقريبا ثلاثين وكسر اي يعني حتى دينار تساوي اقول لك مليون يعني ثلاثين مليون يجوز بال. ليش هسه انا اقول لك سلام اقول لك لا بالعكس اقول لك لا خلي زين شلون قليل لا مو قليل لا اقول لك سلام بالنسبه للراتب القوه الشرائيه مالتي شوف هسه شوف ايش قد شوف ايش قد نصرف. شوف هذا اخوي حج حسن كان كل سنه يروح للخارج كل سنه بس وحده وحده ما معلمنا على السر. شنو السر؟ 100 دينار عراقي يصرفها يخور يفتر كل اوروبا ويجي وزايد عنده ما صارف فلس لانه صح ولا حجي؟ انتم ما عندكم رغبه بالسفر لا هذه انتم ما عندكم رغبه بالسفر اذا شوف الراتب استاذ سلام الراتب القصاب ما ندفع له من شهر لشهر مسجل. العطار عندنا كاظم عيسى وابراهيم سلم الله يرحمهم نسجل المقاهي نفتر مقهى بس نعشر على فلان على فلان من الشهر للشهر نطي ايش قاعد
لا يبقى اقول لك لو كان انا كنت مدير بالنظاميه ولو جايب الاوراق كان حج محمد اوزع شنقص كل مصروفنا دينار دينار تمام يعني دجاج خبز ثلاث يعني مندلي الله يرحم مندلي الله يرحم مندلي ابو محمد ثلاث وجبات خبز يجيب لنا صبح ظهر بالمغرب ونبات احنا ايش قد بشهر ايش قد وبالشهر دينار ونص. دينار ونص دينار ونص كليتنا بالشهر كليتنا يا دينار. سلام دينار ونص كليتنا شي يلحقنا احنا سبع معلمين شي يلحق راتب كله زايد يزود لا لا يكفي ويزود يزود كفي عشان يعني لانه شو كله تفاليس لان اللحم رقي ذاك اعتناء 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 خاص اي الحقيقة الحياة تطورت تطور مجتمع اختلاف بس هو وين السادة احمد يعني هسه انت لو تقول لي او تقارني يعني قبل عيشتك انا اقول افضل كان افضل لان حتى الاثلاثة اولا اللحم تجيبه طري هسه يعني لان ثلاجة ما عندك حتى ينتقل ذن القضايا اللي الأعضاء اللي مع اللحم كل يوم بيومه كل زين كل تمام هسه عندك تأخذ لحم ثلاث كيلوات أسبوعين يلا تخلصه تمام ولا وكل تطلع جامد حياة كانت بسيطة وبالرغم ما بساطتها يا محلاها ولذتها بعد بلعن هسه لحد الآن بالخمسة يا بس صار والله هذا بالنسبة للراتب مثل ما تفضلت لو نقارن هسه راتب السابق وراتب هسه يعني قبل راتبنا 30 دينار أنا ثالث واحد بجصان اشتري ثلاجة أول واحد سيد علي الله يرحمه سيد علي سيد محسن جاب ثلاجة وثاني واحد محمد حميش وأنا ثالث واحد يمكن جبت بيش الثلاجة ب 58 دينار من بغداد جبتها 58 دينار وانا راتبي حوالي 30-35 يعني يعني راتبين بينما هسه راتب المعلم مو يجيب ثلاجه لا اكثر من ثلاجه دخلت الكهرباء جصان الكهرباء دخلت حوالي 63-62 بهالحدود انا ما كان عندنا كهرباء ببيتنا بيتنا ماكو كهرباء بسنه 62 انا بخامس اعدادي كان ماكو سادس بالخامس اعدادي عندي لوكس منين هجيب هذا اللوكس هذا من عبد الرزاق علي العمار الله يرحمه ابو كاظم هذا صديق والدي وشريكه بالعمل والشغل اجيب اللوكس ما اعرف اشعله يعني اجيبه لابو عادل جعفر صالح عنبر يشعله الي بالمغرب واروح اخذه للبيت اقرا اظل بالبيت 12 من الليل اعرف اطفيه ماكو كهرباء عندنا يعني فلذلك هاي عود عندي انا كذلك لوكس واقرا عليه بالبقيه اما شموع واما هذا السراج كنا نسميه هذا السراج اللي يخلون به خلاله وكذا وفتيله وعلى هاي الشموع تخرجوا ذول اللي نحني رؤوسهم لهم والله هذول الشباب الجدد او الشباب اللي قبلهم وتخرجوا ونالوا مثل ما يقولوا شقوا طريقهم يعني هذول على 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 ضوء الشموع وقدروا يحصلون على طموحهم ويحققون طموحهم عليكم السلام ورحمة الله فإذا يعني يا ريت يعني يا ريت نستمر يعني على هاي السيرة اللي ساروا عليها آبائنا وأجدادنا وإحنا بدورنا هم أشكر السيد الجليل على التربية الجيدة اللي مربي بناته لأن أنا دائما أتابع منشورات بنت أم يوسف حتى في يوم من الأيام كتبت لها قلت لها أنا درست عمام يوسف كلهم خمسة هم مرزابات فهاي توجيهاتها ومنشوراتها أيضا بها فائدة للشباب خاصة بالوقت الحاضر مشكور مولانا على هال تفضل تفضل عيني ملاحظة بسيطة إيش صح أنا بالنسبة لكل اللي أريد أقوله للإخوان المعلمين والمدرسين انه مو اول ما يجي يدرس راسا يطب الدرس عليه انه خمس دقائق توجيهات وتربيه ونصائح لان هاي هم من ضمن الخطه المطلوبه منه انه فائده الدراسه وفائده العلم وفا
استفادت هاي القضايا. أنا من شتى طبًا يعني 10 دقائق أضيعهن بهالقضية هذه، وأعتقد الجماعة يدرون، لأنه إيه يعني أنا دائمًا شتى أقول للمدرسين إخواننا هم أستاذ مظاهر سلام يعني وجماعة أبد من الطبون، وجهوا الطلاب أنه ضرورة الدراسة والاهتمام بالدراسة، مو رأساً تيجي تدرس خاطر يستفيدون، وناقشون بعض القضايا. وهذا اللي كل اللي حبيت أنا أقوله. الحجي سيدي حجينا هاك يردو منك التاي ختان يمك ما يسمع ما يسمع يحكي شوية الذكريات القديمة هي ايه لا شيء بسيطة ألزمها لك أنا ألزمها لك ايه قصة تشعر بالكرم أنتم بضايف والغريب اللي يجي ماكو مطعم ياخذوا له فبسأل إجا شيخ ويا جماعته بعد القهاوي بالعادتهم كلهم اللي يوزع هذا أبو شاي يقول له اللي يريد يطيهم شي يقول له حط شاي لا وير 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 هذا الشيخ قاعد قال له شنو وير جماعة شو يقولون ذول يصيحون وين قال لي يعني معناته اطيح علينا قام الشيخ على حاله قال له ورور للقهوة كلها علي ورور للقهوة فشي بسيطة هذه صف من الصفوف ذاك الصف صار خلاف بين الطلاب وبين المعلم وشكى المعلم من عتهم وكبارهم وقالوا كل شيء كبار هل سويت جبت أوراق وزعتها على الطلاب قلت له وش عندكم على المعلم وكتبوا والله كتبوا لي فتحتي وجبت المعلم قعدته وطيت الأوراق مالتهم قلت له شوف ايش اللي يكتبون عني هاي ديمقراطية شو هاي ديمقراطية ما حد يسويها هسه بالوقت الحاضر ما يبطل الديمقراطية حصلت وبالختام انا انقل تحيات الاخ الاستاذ جبار جمال لكم اليوم بالذات خبرني قبل يعني قبل لا نجيب ساعتين حقيقه اي والله قال تحياتي الى جصان والى شباب جصان والى شيوخ جصان والى كل ما موجود في جصان قال له بطل إيه من عدي وان شاء الله يقول ان شاء الله اجي ازور جصان والتقي بيهم وشكرا جزيلا ويحفظكم الله ويستر عليكم ونتمنى أن تزيد هاي لقاءاتنا إن شاء الله مع هاي الوجوه الطيبة إن شاء الله لأن أنتوا العماد هسه إحنا دورنا انتهى إن شاء الله ظل المستقبل متوقف عليكم إن شاء الله إن شاء الله الله نشكركم هواي أنتوا جماعة المعلمين ومدرسين الصلاة موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء في هواك سليما